نرحب بيك مره ثانيه اعزائي المشاهدين سريعا، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن، مبروك للنادي الاهلي. تحياتي لكابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي وكابتن علي عبد الرحمن وكابتن بلال. اهلا وسهلا كابتن. مبروك للنادي الاهلي كابتن ايمن، وهارد لك لنادي الاتحاد السكندري. طاقم التحكيم كابتن ايمن النهارده كابتن اسامه، بنتكلم على طارق مجدي حكم المباراه، وبنتكلم على احمد توفيق طيب المساعد الاول، والمساعد الثاني كان مصطفى حسن متميز، وكان وائل فرحان على حكم رابع، والفار كان محمد عادل الحكم الدولي ومعاه شريف عبد الله. كابتن اسامه، التحكيم سهل مش صعب في ظل وجود تقنيه الفار؟ التحكيم سهل، وفي حكم كابتن شريف لما الامور بتبقى صعبه هو بيسهل على نفسه، وفي حكم لما تكون الامور سهله بيصعبها على نفسه. التحكيم سهل، مفيش مشاكل. طارق مجدي النهارده محدش حس بيه بامانه، على الرغم لغى هدف من الاهلي مفيش اعتراض ولا من اللاعبين ولا من الجهاز الفني ولا حد خالص، حتى لو هو رايح لتقنيه الفار محدش راح ولا حد قال له انت رايح فين. خلينا نشوف الحالات ونشوف نقيم كابتن ايمن اداء طارق مجدي بطاقم التحكيم واداء حكام الفار بمحمد عادل. الحاله اللي جايه نشوف هنا هدف اكرم توفيق تقريبا في الدقيقه 58. شوف هنا، هرجع تاني بس سامحني، هرجع لطارق مجدي، هرجع لطارق تاني، هات لي اللعبه دي تاني معلش من فضلك، بس نقول طارق هنا بس هنا طارق يا كابتن، هنا كابتن شريف، كابتن عادل، كابتن بلال، شوف هنا كابتن اسامه، كان لابد ان هو ياخد زاويه، زاويته مش مظبوط عشان يقدر يشوف الحدث، وده اللي احنا بنقوله للحكام في المناورات ديت ما تقفش كده، هنمشي شويه ونشوف. هنا في دخول من عمر كمال فوت اون فوت دهس، طبعا هو ما شافش والحمد لله ان في فار مشى اللعب، وهنا جه هدف، ولكن هنا بنشوف هنا في اللعبه المخالفه موجوده، نرجع تاني المخالفه ونشوف لما الفار جابه محمد عادل صراحه جابه. اتكلم هنا بقى كابتن ايمن في حاجه مهمه جدا يا كابتن شريف، انا النهارده الفار لما بيجيب الحكم لو الحاله مش واضحه يا كابتن اسامه ما بيجيبش الحكم، ما ينفعش اجيب حكم يا كابتن عادل في حاله انا مش واضحه للحكم، بجيب له افضل زاويه وافضل حاله. هو جاب له ايه هنا؟ جاب له هنا الدهس، الحاله واضحه خلاص، انت ريحت الحكم، وبالتالي هنا هو رجع وخد القرار الصحيح. عشان كده بقول ليه تدخل الفار، تدخل الفار هنا كان تدخل صحيح بان هو طبق البروتوكول في ان هو جاب حاله واضحه للحكم سهلت المهمه. نشوف هنا ما يميز الحاله كابتن شريف، كابتن اسامه، وهو رايح للفار مفيش اعتراض، قناعات عند الكل، مفيش اعتراض ولا من جهاز ولا من لاعبين ولا من اي حد خالص، وبالتالي هنا انا شايف ان هنا المخالفه موجوده على عمر كمال هنا بالدخول، وبالتالي هنا قرار صحيح من الحكم وقرار صحيح من الفار. الحاله بعد كده هنا على طول هو مورو هنا 18، هنا احنا قلنا دي خلاص حفظنا، لما تبقى طالع بتعمل ارتقاء ما تستخدمش المرفق عشان هنا ممكن يا تاخد كارت احمر يا تاخد كارت اصفر. هنا بنشوف ان الراجل طالع، وهنا الايد خلاص حفظنا، هنا طارق مني، شوف هنا الكوع ما راحتش بقوه عشان بس في فرق ان انا اروح بقوه كابتن بلال وبالكوعي في الوش، وهنا دي كارت احمر. هنا بنقول ان اقصى درجات التهور والبطاقه الصفراء حاضره، وهنا على طول هو ما استناش واشهر بطاقه الصفر هنا في هذه الحاله يعني طبعا ما ترتقيش للحمراء. لا ليه يا كابتن؟ الحمراء بتيجي ايه؟ الكوع يا كابتن بلال بيجي من مسافه وبقوه بيروح في الوجه، ولكن هنا لما بشوف هو طلع وبعدين حط ايده وبعدين المرفق راح، فهنا في شويه القوه قلت، وبالتالي هنا الاصفر هنا كان الاصفر قرار صحيح من طارق، وبالتالي هنا بحيي طارق لان دي احيانا بتعدي على بعض الحكام كابتن عادل ما بيشارش فيها بطاقه كابتن شريف. الحاله اللي بعد كده بنشوف طارق النهارده كان ماشي كويس قوي تميز النهارده طارق، سهل الحالات السهله. نشوف حاله مهمه قوي، انا بحبك يا طارق، بس هنا في الحاله دي لابد انك انت تفتح سبرنت شويه، لازم طارق هنا هجيب الكره من اول خالص، احنا قلنا دايما يبقى عندك التوقع، لا خليني نجيبها من اول خالص، لا مش من هنا، نرجع بس للحاله اللي هي ايوه هنا، بس هنا كابتن بلال بس نقف بعد اذنك، هنا الحكم لابد ان هو كابتن شريف يفتح سبرنت على اقصى درجه. ليه؟
هنا في حاجه، لو في مخالفه هنا للاعب النادي الاهلي هنا يبقى في ايه؟ احمر. برافو عليك. طب لو مفيش مخالفه وفي تمثيل يبقى في ايه؟ اصفر على المهاجم. خلاص كده انت حفظت يا بلال، الله ينور عليك. ما هو يا احمر الناحيه دي اصفر الناحيه الثانيه. بالظبط كده. انا هنا طارق انا انت خدت القرار باستمرار اللعب ومفيش مخالفه، ولكن لما نيجي نشوف اللعب ده يا كابتن هنا في الاصل نشوف هنا هل في مخالفه لكهربا، شوف الاعاده هنا ولا مفيش مخالفه. هو هنا طارق خد القرار مفيش مخالفه، شفناها من زاويه ثانيه وخلى اللعب يستمر. هنشوف الزاويه الثانيه هنا ونشوف نشوف هل في مخالفه ولا مفيش مخالفه. مهم جدا، معلش نشوف الزاويه الثانيه. كهربا رجله خبطت في كهربا عدى الخلفيه، عدى نشوف هنا عدى تمام خلاص، هنا رجل نزلت على الارض وكهربا عدى مفيش اي التحام ولا اي تلامس ولا أي بعد ما عدى راح واقع تلامس. خلي بالك هو محظوظ لان الحكم اللي قريب كان هيدي بطاقه هنا صفراء للتحايل. بس يا كابتن هو كابتن مش ممكن المهاجم يختل توازنه، يختل توازنه وما تبقاش ممكن. كلام مهم قوي 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 كابتن اسامه. وهنا بنقول لحكامنا ايه، في فرق ما بين اللاعب يصنع التحايل وان اللاعب لما بينزل بيبقى في اختلال توازن بيحاول ان هو يقع عشان خاطر ايه الاصابه، وبالتالي هو خد القرار الافضل صحيح ان هو خلى اللاعب يستمر، بس خد القرار الافضل ليه؟ ان هو بعيد وبالتالي ما عملش نفسه مشكله، ولكن هنا الحاله مفيش مخالفه ولا في فرصه محققه لاحراز هدف. الحاله بعد كده نشوف هنا طبعا الدفع موجود وحاله احنا جايبينها عشان نقول ان هنا مفيش مخالفه ابدا. شوف هنا ايد الراجل تمام وايد، وبالتالي هنا هو احتسب المخالفه وسهل على نفسه الماموريه بدون دخول في تفاصيل. شوف هنا دخول، وبالتالي هنا القرار كان قرار صحيح للحكم باستمرار باحتساب المخالفه لصالح رامي ربيعه. الحاله اللي جايه وحاله عند تقريبا الحكم المساعد، شوف هنا اللاعب هنا امام عاشور، وبعدين يلا نمشي نشوف نمشي تمام طارق. ما طبعا ماشي طارق تمركز كويس جدا وجيد، وبالتالي هنا دي كرة الهدف. طولنا فيها شويه بس مش مشكله مش مشكله. انا جايب اللعبه دي لمين؟ عند الحكم المساعد هناك رقم 2 مصطفى حسن، عشان نقول ان الهدف هنا هدف سليم، مفيش فيه اي مخالفه كابتن ايمن. هنا بقول طارق مجدي لو شفنا الحاله ثاني نرجع من اول ما تتلعب ليه. ايوه وهو راجع بقى، بص 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 يا كابتن تمركز الحكم مساعد وهنا وهو هنا راجع الشحات عدى من موقفه تمام، وبالتالي هنا موقف سليم تماما تماما تماما، عدى وعمل عرضيه وحصل منها هدف لكهرباء، وبالتالي الهدف سليم. بقول النهارده طارق مجدي النهارده كابتن ايمن سهل على نفسه الماموريه، وزي ما قلت لك انا قلت لك قبل المباراه ان هنا طارق هيعمل ماتش كويس. كمان محمد عادل كمان زي ما قلت مهم قوي الفار لما يجيب الحكم يجيبه في حاله واضحه، ما يجيبوش في حاله غامضه يعمل له مشكله طبعا. وكان النهارده المساعدين النهارده كان احمد توفيق طلب صباح حسن وائل فرحان النهارده انضباط المنطقه الفنيه، ما شفناش حد خرج على الحدود. بالتوفيق التحكيم المصري اتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف هذا الاداء ان شاء الله الماتش الجاي. كابتن ايمن تاني مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للنادي الاتحاد. شكرا جزيلا.